فلسطين تزخر بالإبداع والابتكار. سيستمر التزام وشغف وحنين فلسطين إلى التعليم. رأس مالنا سيبقى هو التعليم. التعليم هو حق لكل إنسان ولكل طفل، ونحن بالاتحاد الأوروبي نؤمن إيماناً راسخاً بأن التعليم هو عنصر أساسي لبناء مجتمع ديمقراطي يحترم الآخر ويحترم التعددية وحقوق الإنسان. أحد طلابنا حصل على المركز الأول على مستوى العالم عام 2020. ابتكرت وسائل تعليمية وأفكار لوسائل تعليمية.